أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم قطع النافلة من أجل إدراك الصلاة على الجنازة؟ لا تقطع نافلة من أجل نافلة، الصلاة على الجنازة نافلة، فلا تقطع النافلة التي دخلت فيها. والله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، إن دخلت فيها أكملها. إنما تقطع النافلة لأجل الفريضة، لو أقيمت الصلاة وأنت في نافلة تقطع علشان الفريضة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما أنك تقطع نافلة من أجل نافلة هذا لا يجوز. نعم.